طب يمكن انا لو عايز اتكلم عن وربنا التسعين يكرمنا ان شاء طبعا الله. ان شاء الله، ولكن عايز اتكلم مع حضرتك عن التسعين دقيقة بتوع بكرة، ولكن عايز اربطهم. يمكن حضرتك ما بتحبش تظهر كتير اعلاميا، فيمكن عايز استغل وجود حضرتك معانا واتكلم عن 120 يوم مجلس إدارة نادي الزمالك كان بيعدي بمطبات كتير بتعرقل يعني طريقه كده نحو النجاح أو نحو إنه يرجع نادي الزمالك تاني يقف على رجله. ولكن لو هتكلمنا أنا على المستوى الشخصي أو جمهور نادي الزمالك، من شهر فات وبنفكر في بنلعب النادي الأهلي في نهائي كأس مصر وما عندناش تدعيمات وما عندناش عندنا مشاكل بالجملة، احنا كنا بنحلم حضرتك يعني أستاذ هاني بصفقة أو صفقتين مع فك القيد. دلوقتي ما شاء الله عندنا 11 صفقة، منهم 5 6 7 سوبر لعيبة على أعلى مستوى داخلين مباراة القمة، وإحنا في الأول كنا بنبقى حاطين إيدينا على قلبنا إن إحنا عندنا مشاكل في بعض المراكز، ولكن دلوقتي إحنا بنقول هنكسب وواثقين في فرقتنا. عايز أعرف من حضرتك الكواليس دي، وأكيد حضرتك بتسترجع مع مجلس الإدارة اللي حصل الفترة اللي فاتت واللي إحنا فيه دلوقتي. وطبعا يمكن الكابتن حسين في يعني في ظهوره الاخير في قناه الزمالك يعني عمل زي ما تقول كشف حساب كده عن الفتره الماضيه حقيقي، ومن غير ما اخش انا في تفاصيل، لان اعتقد هو افرد كثيرا في هذه المواضيع. انما احنا كنا عارفين واحنا داخلين انتخابات مجلس الاداره، عارفين ان احنا داخلين على مهمه شاقه جدا، داخلين على حاجات كتيره مبهمه جوه النادي، على المشاكل اللي انا مش عايز اتكلم عليها لان كلها عارفينها، مشاكل اللعيبه، مشاكل الفرق الصالات، مشاكل المشاكل الاجتماعيه اللي جوه النادي، مشاكل القيد، مشاكل التمويل، مشاكل حاجات يعني الوضع كان سيء سيء للغايه، يعني كان حقيقي زي المريض اللي موجود على جهاز تنفس صناعي. انما احنا كان عندنا يعني خطه وكان عندنا تصور، يعني ما احناش داخلين نفاجئ بما سيحدث، ولكن كنا عارفين هنعمل ايه، تم تقسيم الملفات وحطينا الحاجات العاجله اللي لازم نبتدي نتحرك عليها. والحمد لله ربنا وفقنا، يعني قدرنا ان احنا كان مشكله القيد طبعا، واهم حاجه يعني كان في الاول المدرب، يعني احنا كان عندنا وجهه نظر في المدرب اوسوريو، وكان الهدف ان احنا زي ما بيقولوا كده يعني زي ما بدانا التعاقد بنحترم التعاقد اللي بينا، وقعدنا وانهينا العلاقه بطريقه محترمه، لان الحقيقه نادي الزمالك على المستوى الدولي ومستوى الفيفا للأسف الشديد يعني سمعته يعني كانت اتأثرت كتير جدا جدا، حتى في القضايا الدولية كان أو نادي الزمالك تاني بيتحكم علينا على طول، يعني معروف يعني اللي كان القضايا اللي كانت هو بيحط اسم نادي الزمالك حكم نهائي على طول، خلاص يعني ما انت معروف انت بقيت سيء السمعة يعني. يعني الحقيقة فاحنا حبينا برضو الحمد لله، وهو على فكرة مش عشان أي حاجة لكن هو ده الأسلوب الصح، يعني في تعاقد مع مدرب ومدرب جه واشتغل، ممكن يعني اختلفنا في وجهات النظر زي ما اتفقنا زي ما هننهي هذه العلاقة، يعني ما هياش علاقة أبدية، لكن العلاقة هيبقى فيها كل الود وكل الاحترام، وهننهيها زي ما هيناها بجواب شكر وثانك يو فيري ماتش، والموضوع انتهى على كده. يعني هو ده اللي احنا عايزين نوصل له في الآخر، يعني وده اللي هيتم في الفترة اللي جاية، مش هتبقى العملية الفصل التعسفي زي اللي بيحصل كان زمان، ونروح بقى في قضايا والقضايا ما حدش يتابعها ويتحكم علينا، فكل دي مشاكل يعني واجهناها والحمد لله ربنا يعني وفقنا فيها. ويمكن زي ما قلت الكابتن حسين اتكلم فيها باستفاضه، يعني ما فيش داعي ان انا اكرر هذا الكلام. وكان موضوع الصفقات طبعا، وانس ان احنا فكينا القيد كان في مجموعه من اللاعبين احنا متفاوضين معاهم متكلمين معاهم وحاطينهم تحت المنظار، هل هم دول اللي احنا هنجيبهم بس؟ هل في حاجات جديده تعاقدات؟ اكيد يعني هنبتدي نفكر بعد نهايه الموسم ان شاء الله، وقبل نهايه الموسم يمكن تدعيم الفريق، ونشوف ان شاء الله يعني حتى الصفقات الجديده كلها لسه ما لحقناش نلعب، يعني احنا ما لعبناش ماتشات كتيره، وكان في ماتش سوار الاخراني ده كان كابتن جوميز كان عايز كوتش جوميز كان عايز يجرب، للاسف الفريق الكيني ما جاش، ف يعني فلسه اللعيبه برده ما لعبتش مباريات كتيره مع بعض، الكيمستري والانسجام بينهم لسه شويه، لا بس هما منسجمين مع بعض، يعني في روح جيده جدا بينهم وبين بعض، انما والراجل حط ايده على مراكز القوه اللي موجوده جوه الفريق، وان شاء الله ان شاء الله بكره هينزل بتشكيل جيد.